في برامج عم نسمع عنها انه هي مثل برامج البيجو لايف واللايك يلي كمان عم يعتبروا مصدر رزق لبعض الاشخاص تمام. لدرجة انه ما عاد حدا من الصبايا او الشباب حب يشتغل لانه الوارد يلي عم يجيهم من هالبرامج كتير كبير. تمام. هاي البرامج استاذ بسوريا هي مراقبة او غير مراقبة؟ موضوع يعني كيف عم موضوع يشتغلوا المراقبة عليهم؟ أكيد كل هالبرامج هي موجودة وما عليها مراقبة، لأنه أكيد أنت ما أنك فاضي أنت ترابي كل هالبرامج، بس نرجع للمحتوى، نتيجة التطور، نتيجة التطور أكيد. بس أنت بترجع للمحتوى، يعني أنا لما عم شوف برامج معينة اللي هي الغاية منها أنه ارتفاع نسبة المشاهدة أو أنه النقر على الشاشة أو أي شيء معين، فبقول لك العبرة للمحتوى. يعني انا البرنامج سامح لك، هلا كل البرامج مسموح لاي شخص يفوت لها، بس اغلب الناس بتقول لك استاذ جوا المحتوى عم بيكون محتوى سيء جدا وفي تمام. شبكه دعاره موجوده داخل هاي البرامج. هلا نحن هون دورنا الوظيفي، نحن في عنا خلل ضمن هاي التطبيقات، وبالتالي بيتم تقديم شكوى تمام لمتابعه هذا الموضوع. ممكن الشاب يقدم لك، ممكن انت قلتي لي ممكن يكون في اطفال هم مشاركين ضمن هاي الحسابات، تماما. ممكن يكون في قاصر عامل حسابه وفايت لهذا البرنامج، اكتشف ابوها موضوع البرنامج، بامكانه الاب انه يشتكي ويقدم شكوى لمتابعه ومعرفه مين اعضاء هي الشبكه. بس انت لاحظي انت امام بنيه الكترونيه جديده بدها تعامل بطريقه معينه. تمام. برجع بعيد العبره للمحتوى، يعني مشان يعرفوا الاشخاص الموجودين ضمن هاي التطبيقات وجودك ضمن هالتطبيقات ما أنه مخالف للقانون السوري، ولكن إذا كان المحتوى الوارد ضمن هاي التطبيقات مخالف التشريعات السورية، ما هل المشجع على الأفعال الغير أخلاقية، هل هو مشجع على التعامل بمثل التداولات أو أنت عندك المخدرات تشجيع عليها حسب. صح. أنت شو عم يكون جوات هذا المحتوى؟ هل في أشخاص المحتوى تبع الوارد ضمن الشيء اللي عم تقدمه طبخ، في ناس بتحط لك ممكن أغنية، فأنت ما بتعرفي شو المحتوى. هو في هيك وفي هيك. إذا تم ضبط أي محتوى، إذا تم ضبط أي محتوى غير أخلاقي أو مخالف للقانون بحق للمتضرر، مثل هون ممكن يكون زوج اكتشف إنه زوجته ضمن البرنامج، أب اكتشف إنه يقدم شكوى. طبعاً يقدم شكوى إنه أنا عندي مثلاً في أفعال غير أخلاقية عم تتم داخل التطبيق، طبعاً في متابعة معينة بتصير للتأكد من وجود هل يوجد أفعال غير أخلاقية ضمن التطبيق إيه أو لا. مسألة موضوعية تختلف بين حالة أو أخرى حسب بتوقف ما الخبرة بتبين. ممكن أستاذ في الحالة بتوقف التطبيق ممكن؟ إيقاف التطبيق، شوفي موضوع إيقاف التطبيقات بانو بهالبساطة اللي احنا شايفين. صح. التطبيق موجود، يعني لحشان بهلك التطبيقات بكاسة مي، انت هالكاسة مي انت حرة بتحطي فيها اللي بدك اياها، المادة اللي بدك اياها، ممكن تحطي عصير، ممكن تحطي مي، ممكن تحطي سم بقلب الكاسة، فانت الشخص هو التطبيق بحد ذاته قلت لك منه جرم بحد ذاته تماما. اي نعم، ركزي على نقطة تانية، في عندي قانون انتي الخاص بأمن المعلومات لناحية التراخيص للتطبيقات واصحاب التطبيقات، اي شخص بأوجه التطبيق وبيتم انزاله على الشبكة السورية للعمل دون ما انه اخذ موافقة الهيئة او النوع الاعتمادية من الهيئة الوطنية، فهذا لحاله هون بحث اخر، هون في غرامة عقوبة عليه، فبيتعاقب انه انت اوجدت تطبيق ونزلته على الشبكة واستخدمته دون موافقتنا. صح. هذا موضوع تاني، يمكن بشكل نحن عم نحكي على موضوع المحتوى اللي هو الأشخاص اللي فاتوا ضمن هذا التطبيق تماما. هي بشكل سري أستاذ يمكن عم بي هلأ طبعا أكيد بشكل سري، لأنه حتى أنت لاحظي أنت الأشخاص اللي عم يفوتوا ضمن التطبيق وعم يشتغلوا ضمن هاي التطبيقات، يعني بالنهاية في محتوى عم يقدموه، هذا المحتوى عم يجمعوا شيء معين، هذا الشيء المعين رح ينقلب بالنهاية إلى مال ممكن يستلموه عن طريق حوالة نظامية، فبالتالي طبعاً. حسب قيمة المحتوى وطبيعة المحتوى. صح. هو عم يقال انه عم ياخذوا عن طريق الشركات معينة، ويقال عم بيصير تماما.